أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وكذلك من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نواكب معكم ونستمر بمواكبة الأحداث والتطورات لانتفاضة تشرين في العراق، وكذلك مختلف الأحداث التي تجري الآن على مختلف المحافظات العراقية في ساحات التظاهر والاعتصام، وكذلك نتحدث عن القمع الذي تقوم به القوات الحكومية تجاه المتظاهرين، وهذه المجزرة التي ارتكبت في محافظة كربلاء للمتظاهرين والتي أودت بحياة أكثر من 30 شهيدا ومئات الجرحى. طبعا أيضا نتحدث كذلك عن محاولة محافظ كربلاء التعتيم على حقيقة الأعداد التي سقطت ونفيه لوجود أي شهداء في هذه المظاهرات، وكذلك الطبيعة الوحشية للتعامل الحكومي من قواتها، قوات السوات تحديدا، مع المتظاهرين وباقي الفصائل من ميليشيات وغيرها. هذه كلها أمور حدثت وتحدث الآن في العراق وسط محاولات للتعتيم الحكومي وإخفاء الحقائق وتزوير كذلك وتزييف. نود بداية أن نعرض لحضراتكم الآن مشاهدينا الكرام والد أحد الشهداء، والد الشهيد مصطفى فارس تحديدا، الذي قتل ضمن مجزرة كربلاء، ورد والد الشهيد على نفي محافظ كربلاء وجود أي شهداء في هذه المحافظة وكذلك في هذه المظاهرات، فلنشاهد. اليوم اللي احنا بصدد التشييع الان، اللي ادعى قيادة العمليات ومدير شرطة كربلاء ومحافظ كربلاء بأنه مصطفى فارس قتل في جريمة جنائية، كذب وافتراء. قتلوا استهدفوا قوات مكافحة الإرهاب وسوات، قتلوا البارحة بالليل بالعشرة وثلث من فتح رمي كثيف وشردوا الشباب، كل ما هنالك مصطفى فارس رفع علم عراقي لا اكثر، علم عراقي طالب بالوطن لا اكثر، يرمى بهذه الطريقه البشعه، يقتل من قوات الارهاب وقوات تسوات باب كربلاء، يرمى بطلقه بعينه وطلقه اخرى بصدره. وهذا التشريح الطبي الشرعي بالاخير يطلع تصريح يقول انه مصطفى فارس قتل، يقول ماك شهداء، وهذا من وين كان يوقف؟ هذا رد عليه من كان؟ مو نحمل المسؤوليه كامله، نحمل رئيس الوزراء مسؤولية كاملة على إعطاء الضوء الأخضر لفض الاعتصامات بالقوة، وكذلك وزير الداخلية والقيادات الموجودة في وزارة الداخلية. ده حق دستوري لكل عراقي أن يتظاهر بطريقة سلمية. ما هو السلاح الذي يمتلكه مصطفى فارس غير العلم العراقي يطالب بوطن لا أكثر لا أكثر لا أكثر؟ من الذي قتله؟ أيدي عراقية؟ أجزم عراقي اللي قتله، اللي قتله أيدي أجنبية بلباس قوات امنيه عراقيه، اقسم ولا بالامام الحسين. البعض من هذول قوات مكافحه الشغب او الارهاب، البعض منهم لا يفعل، الكليتان والحيتا لنا وشعر لنا، ما عندنا منتسب في الداخليه ولا قوات مكافحه الارهاب بهذا الزي وبهذا اللبس، الا هذول اجانب قوات استعانت بهم رئاسه الوزراء والقوات الداخليه لفض هذه الاعتصامات الشريفه، هذه الاعتصامات السلميه بالقوه. نحمل المسؤوليه مره اخرى رئيس الوزراء شخصيا ووزير الداخليه وقاده الامنيه بما فيهم محافظ كربلاء ومدير عمليات كربلاء، اللي يصرحون البارحه واليوم يقولون مصطفى فارس قتل بقضيه جنايه، كذابين 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 الى يوم يبعثون. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث والد الشهيد مصطفى فارس، الذي اتهم رئاسة الوزراء والجهات الأمنية، قيادات الجهات الأمنية المسؤولين عن هذه القوات التي كذلك وصفها بأنها ليست عراقية وفق ما قامت به، وكذلك طبيعة العنف الذي تستخدمه، أن هذه قوات هي المسؤولة وهذه الجهات ورئيس الوزراء هو المسؤول عن هذه المجزرة التي ارتكبت، وكذلك محاولة إخفاء حقيقة المجزرة التي حدثت، وكذلك أعداد الشهداء الكبير وأعداد المصابين الأكبر في هذه المحافظة. نتساءل ما الذي أو من المستفيد من إخفاء هذه الأرقام؟ لماذا تخفى حقيقة وجود شهداء وهذه الأعداد الكبيرة، ولماذا يحاولون حكوميا أن يبعدوا الناس عن حقيقة القمع الموجود؟ أليس هو أمر واقع؟ أليس
ينشر على مواقع التواصل، أليس يوثق بهذه الطريقة التي شاهدتموها وغيرها من مقاطع أخرى وثقت طبيعة القمع؟ على من يحاولون أن يخفوا الحقائق أو يضحكوا على أقل تقدير؟ يعني هذه الحكومة تسعى لإخفاء الحقيقة عن من؟ الآن المجتمع العراقي يعلم طبيعة ما يدور في العراق وطبيعة العنف القائم الآن ومن الذي يقف خلف هذا القمع، وكذلك باتوا يتأكدون يوما بعد آخر أن الأوامر والتعليمات التي تأتي هي تأتي من فوق، يعني من القيادة العامة للقوات المسلحة باعتباره مسؤول عن كل هذه القوات، وهو يتحمل كامل المسؤولية عن ما يحدث للمتظاهرين في الساحات. معنا السيد أبو علي من النجف، تفضل أبو علي. أبو علي، السيد أبو علي هل تسمعني؟ يبدو أن السيد أبو علي غير جاهز معنا للاتصال. طيب مشاهدينا الكرام، نود أن نتابع مع حضراتكم الآن بعض المقاطع من مداخلة أحد المتظاهرين من محافظة كربلاء على قناة الرافدين اليوم في تغطيتها الخاصة التي حدثت، وكذلك حديثه عن من الذي قمع المتظاهرين في ساحات التظاهر في محافظة كربلاء. دعونا نستمع إلى إجابة المتظاهر، فلنستمع. مشتركين بالمجزرة اللي صارت بكربلاء البارحة كالآتي: أول واحد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ثاني شيء الفوج الثالث اللي هسه هو القائد مالته، حاطين عميد ما أدري عقيد رتبته ولد شاب، أتعرف إيش وقت أخذ هاي الرتبة وصار أمر الفوج الثالث اللي أبطى أمر بضرب المتظاهرين وقصية، ثاني شيء الفوج الرابع اللي حماية الحرمين يعتبرون مشتركين أمام ناظر العتبتين المقدسة وعدهم علم. أسأل المحافظ، محافظ كربلاء، قل له البارحة بالليل قبل الهجوم وين كنت مجتمع ويا من مجتمع ويا إيراني قبل لا تضربون المتظاهرين؟ طلعوا وضربوا المتظاهرين، أول ما ضربوا الجيش، الجيش كان موجود بين المتظاهرين وبيناتهم. نعم. ويصيحون رجعوا يا بذول يريد ياكلونكم رجعوا، طلعوا أول ما ضربوا الجيش قنابل دخانية والجيش. نعم. سألهم قل لهم من شالكم؟ المتظاهرين شالوهم، ردوا النار على اساس طلق مطاطي، لا كذب، لا طلق مطاطي ولا شيء، طلق حي ويشهد الله وطب. اسال بساحه الفلكه التربيه وبساحه بالساحه الفلكه اللي بباب مجلس محافظه كربلاء، قل لهم بمن انضربتوا؟ طلق حي. وحتى هذا الرمان، الرمان الدفاعي، اكو واحد يركض ورا المتظاهرين ويشمر جواهم رمان دفاعي، روح شوف الشهداء اللي يقول المحافظ، يقول شهيد واحد، عندي فيديوهات وكل المتظاهرين عندهم فيديوهات، وادخل للمستشفى الحسينيه. كذلك مشاهدينا الكرام، ابو علي الخزعلي المتظاهر من محافظه كربلاء يتحدث عن سبب عدم تفسير او ما تفسير تعتيم محافظ كربلاء عن عدد الشهداء الحقيقي الذي سقط في المحافظه. كربلاء نعم مشترك بالهجوم اللي صار البارحه وبحضوره، هو كان مجتمع البارحه سيله ويا من مجتمع ويا ايراني، هذا العضو ابو فيلق القدس الايراني لما راح يجتمعوا بفندق تابع للعتبه ما ادري المن وراها، طلعوا حتى اكو ضباط، انا احكي لك اياها، اكو ضباط الحق نحكي، اكو ضباط شرفاء قالوا يا بل انسحبوا، ذولا راح يطلعون ياكلونكم، ذولا عاقدين عليكم، انسحبوا لاعبكم ربعكم يخافون على اهلهم وناسهم، قالوا انسحبوا، قلنا ما ننسحب، احنا نبقى وموقفنا ثابت وهذا موقفنا، الشهداء اللي راحوا احنا مو احسن من عندهم. في الوقت الذي تنفي فيه محافظة كربلاء عن طريق محافظها وجود شهداء في المحافظة نتيجة القمع الحكومي، دعونا نستمع إلى حديث المتظاهر أبو علي الخزعلي حول الأعداد الحقيقية للشهداء وفق ما رأى وشاهد. المستشفى بس اللي شفناه اللي عسد يا ذول الموجودين، العسد يا 16 شهيد. نعم. عرفت شلون؟ بالبداية هاي. نعم. بأول هجمة 16 شهيد. وكل كذاب ومنافق ومتخاذل يقول لك ماكو ايش حدث، تعال ادخل المستشفى الحسيني، ادخل للناس الشرفاء وقول لهم ايش قد الاحصائيه سجلتوها البارحه؟ من اجى هددكم؟ اسالهم قول لهم من اجى هددكم؟ ليش ما تقدرون تفسرون حلوكم وتحشون؟ ونتابع ايضا حديث المتظاهر ابو علي الخزعلي عن الهدف من قمع هذه المظاهرات في كربلاء. الهدف تدري شنو؟ نعم. الهدف صم حلقك وارجع لاهلك، يريدون هذا الشيء وهذا الشيء ما يصير. نعم. الطلع ما له خط للرجعه، يا اما النصر يا اما الشهاده، ماكو رجعه. نعم. انت الجريح من يطلع من المستشفى، ماكو من يطلع من المستشفى الجريح؟
مباشرة بس تعدى المستشفى طبقت عليه سيارة اعتقل روح طب السجون. انتم اعلام، انتم سلطة رابعة، دخل سجون كربلاء روح شوفوا شنو بيها، ايش ما تروس السجون اللي بكربلاء، شوفوا ايش ما تروسه. انتم لازم تتحرون على هذا الشيء، احنا طالبكم وموقفكم المشرف. انتم ما قصرتوا، اكو قنوات اعلامية ما قصرت، شريفة وجزاهم الله خير، بس لا يخافون، خلي يدخلون، خلي يتحققون، خلي يفضحون هاي الناس الفاسدة. مشاهدينا الكرام نستمع الى راي السيد محمد من هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هذا البرنامج. حياك الله وسهلا. يعني هؤلاء اللي قتلوا ترى هاي اليوم في كربلاء هم اللي قتلوا الحسين. امام الحسين، هم اللي قتلوا نفسهم. يعني هم الحسين لم يقتل بالانبار او صلاح الدين. نعم. يعني وايضا كانوا مسلمين قتلته. وكانوا يدعون وحاليا يقتلون الشيعه. وكان يدعون ان الشيخ خالد ضاري الله يرحمه انه هو يطلب ماء الشيعه ويجلب الارهابيين، ها هم يقتلون هم ابناء الشيعه. محمد برايك ليش محافظ كربلاء نفى وجود شهداء في هذه المظاهره رغم كل ما وثق من مقاطع عن وجود جثث ووجود دم ووجود ثلاجات موتى وغيرها من هذه الامور التي حدثت في كربلاء؟ هاي امور موثقه مصوره موجوده بالجوالات اخي. محمد ليش ينفي المحافظ وجود شهداء؟ فكله موثق وابناء الشهداء موجودين وابائهم. نعم. فكله موثق يعني الكذب ما ينفعهم بعد ما قتلوا الناس بكل مكان، ليش مو بس كربلاء؟ حتى بغداد كل المحافظات. نعم، انا بس بدي اسالك يا سيد محمد من وجهه نظرك، ليش برايك المحافظ ينفي وجود شهداء؟ لانه يعني خاف من المسؤوليه، لانه هو رجل هو اللي قتلهم. المجرم دائما ينفي الجريمه. لكن جريمة واثقة إن شاء الله، نعم. وإن شاء الله يدان، وإن شاء الله ناصر المظاهرين والله ينصرهم إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك يا محمد، كنت معنا من هولندا. مشاهدينا نقرأ بعض الرسائل التي وردت الآن على الواتساب. أحد المشاركين يقول، أو إحدى المشاركات عفوا، السيدة أم ميثم، ربي خلصنا من هيك حكومة، الشعب كل ما يريدهم، الأحزاب دمرت العراق، كافي، إلى متى لن يسكت أصغر طفل عندنا، كنا فدى العراق. في رسالة أخرى تقول، السلام عليكم، قناتنا صوت الحر، نشكركم أو نشكر جهودكم المبذولة بنقل الأخبار العراقية الحقيقية أول بأول، شكرا جزيلا. رسالة تقول، من كان جزء من منظومة الفساد، من كان جزء من منظومة الفساد لا يمكن أن يكون جزء من منظومة الإصلاح. طبعا هي قبلها مجموعة رسائل، يقول هل في نيته تفكيك الثورة، لديهم 7 وزراء و54 نائب وعدد لا يحصى من الدرجات الخاصة، يشير هنا إلى التيار الصدري بشكل واضح. أحد المشاركين يقول، جاهز على الهواء، ممكن أتصل؟ بإمكانك تتصل في أي وقت، أهلا وسهلا. رسالة تقول، ساحة التحرير تقسم حاليا لعدة محاور، المتقدم مجموعة من الشبان الشجعان وأبطال التكاتك، دورهم مناورة، طبعا رسالة تغيرت، لا أعلم ما الذي حدث. طيب نستمع إلى بعض الاتصالات ثم نعود لقراءة الرسائل. سند من ستوكهولم، تفضل. أنا اسمي سند ومولود بسوي، بس أنا دم عراقي، أنا عمري 11 سنة ودا شفا الشباب يموتون من هذول، قلبي مقروق عليهم. نعم، شنو رأيك باللي دا يصير يا سند؟ والله أنا كل يوم دا باوع بالفيسبوك بالأخبار، دا أشوف الشباب دا يموتون، الطالبات الأطفال، والله أنا دا أنقر قلبي، دا يحترق من وراهم، ودا أبكي كل يوم مثله، لأنه دا يموتون الأطفال الشباب الطالبات. ليش الحكومة يا سند ما تسمع رأي الناس وطلب الناس؟ الناس تريد حرية، تريد عيشة، تريد وطن، ليش ما يسمعون كلامهم ويستمرون بضربهم وقتلهم بهاي الطريقة؟ حكومة فاشلة، احنا ما نريدهم العراقيين كلهم. نعم. كنا صوت واحد ضدهم. فداء للعراق، كلهم طلعوا.
نعم سند، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. سند لم يولد في العراق ولم يرى البلد، لكنه لديه هذه الروح والدافع الوطني من أجل خلاص هذا الشعب من الطغمة الحاكمة التي جثمت على صدور العراقيين لهذه المدة الطويلة. وكذلك هو متأثر بالقتل الذي يحدث والقمع الذي يحدث للعراقيين، هو صغير في السن لكن واعي لما يحدث الآن، ومتأثر حقيقة بالأخطار التي تحيق بالعراقيين من كل جانب جراء هذا القمع وجراء هذه السلطة الفاسدة. أبو علي من النجف تفضل. أبو علي وياك من النجف، حياك الله أبو علي. أقول لك ذولا ماكو أنفاسهم الأخيرة نعم، هم ذولا أنفاسهم الأخيرة، أنفاسهم الأخيرة، ويردون يعني شلون يخبطوها وهي ثورة ماشية واخذة مسارها. نعم ماخذة مسارها بشكل صحيح، وجاي يعطون عم يعطون انه بالكتايب يغيرون هذا المسار. ابو علي انا اريد اسالك عن اللي صار للمتظاهرين بكربلاء، ليش هذا القمع وليش هذا القتل؟ الناس سلميين طالعين شايلين العلم العراقي بدون اي مشاكل، ليش يذبحون يقتلون بهاي الطريقه؟ اقول لك عمو هم لانه هاي مدينه مقدسه وإلى وضعها، ويردون يعني يردون يخبطوها الشيء بانه مو احنا من قاسين من هالامور هاي، وهم نفوا انه ماكو قتل. نعم أبو علي أنا أشكرك للمشاركة. مشاهدينا الكرام، نود أن نعرض لحضراتكم الآن هذا المقطع الذي ورد قبل قليل من ساحة التحرير في العاصمة بغداد والأجواء هناك، وكذلك الأعداد الكبيرة جدا من المتظاهرين، فلنشاهد. اليوم 3/29 تشرين الأول، هاي ساحة التحرير قدامكم من فوق فندق السريع مطعم التركي. مشاهدينا نستمع إلى رأي السيدة أم فضل من لندن، تفضل أم فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا اليوم الأحداث اللي بنشوفها بين السيد مقتدى الصدر اللي ابن رسول الله باعتبار ما هو زين، بس هو متبرع من رسول الله، راح لإيران جاب أوامر جديدة ورجع يركب الموت على جماعة شهدائنا اللي سقطوا، يقول العادل عبد المجيد يعني احفظ كرامتك، ما حفظت دماء شهداء العراق، ما حفظت دماء الناس اللي طلعت، احفظ كرامتك انت وقعد مترك السياسة، خليك محترم، لا غلط فترة احترام بيكم، لأن تعبنا منكم، تعبنا هذا العامل واحد عميل، واحد أصلا إيراني ما هو عراقي. نعم. شوف شبابنا طالعة مليونية هسه، ما توقف بعينهم، يعني ناس ما تستحي، والله تعبنا والله. ما يحس على نفسه، خلي يتركونا بحالنا، والله تعبنا، يعني يوميا ليل ما ننام، شباب تعبوا، دماهم راحت يجي، والبارحة من زلت كربلاء الله لا يصيبهم، والله ليلنا ما ننام. فضل يعني بعد ليش سووا، بعد ليش سووا تحقيق في بداية الشهر، بداية المظاهرات، وبعدين طلعت النتائج بهذا الشكل، وهم رجعوا وسووا نفس المشكلة ونفس القضية وظلوا يقتلون بالناس ويقمعون، شنو قيمة وفائدة هذا التحقيق لعد؟ ماكو اي تحقيق اخي، كلهم مجرمين، بس عندك المشاهدين دي يتصلون من كربلاء ويقول لك شعراويين ولابس ومو عراقي ايراني، نعم باع العراق منهم باعونا، بس احنا هسه بعدنا مقاومين. نعم ويا ريت الناس اللي تسمع ساحة التحرير كلها وكل المحافظات الطالعه لا يتراجعون، هذا مقتدى واحد خايف، هذا حال البقيه. بعد وهسه فينا مرة ثانية، عف استغلط الخضراء من دخل، والله تعبنا، والله لو تدري قلوبنا محروق، يعني شوف بردنا ما نقدر كل شيء نسوي، بس الدعاء وهاي نساعدهم ماديا منا. نعم. بس إن شاء الله ما يرجعون، إن شاء الله يظلون ثابتين، ولا يركب الموجة، خالي يترك العراق بحاله. كافي راح إيران وإجب أوامر جديدة علينا. أم فضل وصلت رسالتك وواصلة رسالتك أصلا ورسالة كل العراقيين المقتدى، وبين هذا الكلام من المقطع اللي يتحدث به أنه
الناس ما تريد مقتدى الصدر يدخل المظاهرات، واضحة واصلة الرسالة. شكرا جزيلا سيدة أم فضل من لندن. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير الآن، ثم من بعده نعود لإكمال الحديث معكم حول جديد المظاهرات في العراق الآن، وكذلك عن مجزرة كربلاء التي ارتكبتها قوات السوات ومكافحة الشغب، فنعود بعد قليل. مشاهدينا الكرام، معنا السيد ناصر من النجف، تفضل يا ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله ناصر. أخي الكريم، يعني في بداية البرنامج لحلان تسأل لماذا هذا القتل في كربلاء وينفي المحافظ إلى آخره. نعم. أخي، القتل لأن هنالك القنصلية الإيرانية التي تدار من قبل المجرم قاسم سليماني، وبسبب رفع العلم العراقي على القنصلية، وهذا يدل على أن العراقيين في كربلاء وغير كربلاء لا يريدون الوجود الإيراني. أخي، لا توجد حكومة في العراق، لا توجد دولة في العراق، المسيطر في العراق هي إيران، ونحن نستغرب من الولايات المتحدة، نحمل الولايات المتحدة التي جالسة تتفرج على قتل العراقيين بهذه الطريقة وبدم بارد. نعم. ولا يوجد أي يعني تدخل أو إعلان أو تصريح من قبلها. نعم. نحن شعب يعني حر، شعب مسالم، الظاهر إيران والذيول إيران الموجودة في المنطقة الخضراء لا يعرفون السياسة ولا يعرفون تاريخ العراق، لن يستطيعوا لوي أذرع العراقيين ولا كسر عظم العراقيين. نحن نحذر هؤلاء في بغداد، هنالك كما لنا أبناء يتم قتلهم، نحن نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة هؤلاء المجرمين.
أنتم أيضا عندكم أبناء، ونحن كحق شرعي وديني نأخذ بثارنا. ينتبهوا، في العراق عندهم كذلك أهالي، وخارج العراق عندهم أبناء. إذا لم يتم تقديم المجرمين اليوم قبل غد، سوف نحن من حقنا أن يعني يا ناصر، الحكومة شلون تنتظر منها، أو شلون تنتظر أصلا وجود تحقيق عادل بالعراق أو أخذ حق من الموجودين حاليا بالعراق، في ظل على الأقل التحقيق اللي شفناه، هذا التحقيق البائس اللي أقل ما يوصف طبعا لقمع المظاهرات. طيب ليش سووا تحقيق إذن وترجع نفس النتائج من جديد؟ قمعوا الناس وقالوا قوات أمنية ضعيفة وارتباك وغيره. طيب الارتباك رجع مرة ثانية بالموجة الثانية من المظاهرات، وبعدين ألا يدل هذا ويثبت أن هناك تعليمات وتوجيهات بقتل المتظاهرين؟ نعم أخي الكريم، هو هذا السيناريو كالآتي. أخي الكريم، لابد سياسة إيران المجرمة هي في ترويع الناس، نحن رأينا كيف في بداية الاحتلال كيف كان يتم قلع عيون الناس وبقر بطونهم في العراق لترهيبهم، وكذلك في سوريا نفس الشيء. هذه سياسة مجرمة من قبل إيران، لأنها لا تستطيع أن تسيطر على الشعوب بهذه الطريقة. كل ما يقال أن هنالك تحقيقات هذا كذب، وهذه للاستهلاك الإعلامي حتى يبرئوا ساحتهم بأنهم قاموا بالتحقيق. نحن مستمرين في التظاهرات ومستمرين بأن يطرد كل عميل موجود في المنطقة الخضراء إلى خارج العراق وغيره، ومن الميليشيات وعلى رأسهم قيس الخزعلي والمجرم المهندس والمجرم هادي العامري والمجرم مالك وكل هؤلاء. نعم. المجرمين. نعم، شكرا جزيلا لك يا سيد ناصر، كنت معنا من النجف. مشاهدينا الكرام، لدينا رسالة نقرأها لحضراتكم أيضا من المشاركين، مشاركة من سالم الحسناوي يقول: تم تسريب اتفاق الصدر والعامري في إيران. الخطوة الأولى ينزل مقتدى الصدر إلى ساحة التظاهر من أجل كسب حب المتظاهرين ويوهمهم أنه مع المتظاهرين. الخطوة الثانية يستقيل عادل عبد المهدي ويعلن الصدر انتصار الثورة ويطلب منهم فضل الاعتصامات والتظاهرات ويقومون بتشكيل حكومة من خلف الكواليس، هادي العامري والصدر والمالكي بتشكيل الحكومة وتقديم مرشح الإصلاح، ويقولون الشعب اختاره، ويضيع تعب المتظاهرين والشهداء والجرحى. إياكم أن تنخدعوا، إياكم تخلون الصدر يتظاهر معكم وهو شريك بجرائمهم، لديه 4 وزراء أو 4 وزراء و25 مدير عام و57 نائب ومفتشين ووكلاء ومحافظين وغيرهم. إذا أراد الإصلاح يبدأ بنفسه، شريك معهم منذ 2003، وحد هذه اللحظة أيها الشعب إياكم الرجوع إلى البيوت إلا تشوفون تغيير حقيقي، شلع قلع ويقوم الشعب بحكم نفسه بنفسه. هذه رسالة من المشارك سالم الحسناوي. نقرأ رسالة أخرى مشاهدينا الكرام من المشاركين على الواتساب، حقيقة رسائل كثيرة جدا، أحاول أن أغطي قدر ما أستطيع. يقول أحد المشاركين في رسالة طويلة: نريد وطن محترم، نريد وطن يجمعنا جميعا. شكرا جزيلا. في رسالة أخرى إلى جميع العراقيين: بناء على دعوة المدعو نجاح محمد علي بالتحريض على قتل المتظاهرين العراقيين السلميين علنا من خلال منشوره ودعوته للحكومة العراقية لقطع رؤوس العراقيين المعتصمين في المطعم التركي بقوله: أرى رؤوسا أينعت وحان وقت قطافها، وهذه تعتبر دعوة علنية تحض على القتل وتمثل إرهابا حقيقيا، فقد تم تسجيل شكوى رسمية ضده وإبلاغ الشرطة البريطانية وقسم مكافحة الإرهاب، وتم تقديم منشوره كدليل يحض على الإرهاب. معنا شهد من بغداد، تفضلي يا شهد. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي السلام عليكم، أحب أوجه رسالة. نعم. أنه أني نشرت مقطع ذيك الأيام اللي راحت. نعم. قبل المظاهرات يوم 25، أني يعني قصدت برسالتي على الإيرانيين. نعم. جماعة الخرساني اللي قتلوا ولدنا.
زين اطفالنا اللي كانوا ملثمين هم جماعه الكرساني لابسين اسود. نعم. هم اللي ضربوا ولدنا، القوات الجيش العراقي ما حد ضرب وهم اللي ضربوا، قواتنا اللي ضربوا من قبل جماعه الكرساني وكلهم عملاء ايرانيين. ولزمنا حتى جوازات، انا رحت لبغداد وشاركت همي بالمظاهرات. نعم. وحاليا حتى اسم مكافحه الشغب، ليش؟ لانه انا اخذت المظاهرين، اخذت المظاهرين سويتلهم عمليات على حسابي وعالجتهم ووديتهم كله اني فطلبوا اسمي. نعم. واسمي بالقائمه تبع المطلوبين تقريبا يمكن رقمها 110 110. شاهد انا اريد اسال حضرتك مو اول متصل او متصله تحجون على قضيه انه الجيش ما مشارك وينضرب من قوات ايرانيه، الخرساني او السوات او اي قوات موجوده. شنو يعني شنو وظيفه الامن بالعراق؟ اذا الجيش واقف يتفرج وينضرب، ايش وقت يتدخل حتى يحمي المتظاهرين؟ طيب هاي نقطه. النقطه الثانيه، الدوله شلون تسمح اصلا بوجود قوات تضرب قواتها؟ يعني وان كانت هذه القوات تابعه للحكومه، شلون اكو قوة حكومية أو تابعة للحكومة تضرب قوة حكومية أخرى بهاي الطريقة؟ يعني احنا نريد نفتهم شنو اللي دي يصير. الجيش مو المفروض يحمي الناس؟ طيب ليش واقف يتفرج وهو دي ينضرب إذا فعلا مثل ما دي يصير؟ تقريبا 15 سنة من سقوط بغداد، من دخلوا المعممين للعراق ودخلوا الإيرانيين عن طريق العمايم، عن طريق الدين، وعن طريق الكوب والنهب كله تحت العمامة. نعم. هذا كله تحت شعار الدين، جماعة مقتدر، جماعة عمار وغيرها وغيرها. ويعني لقوا حتى بالمقرات مالتهم مقاطع، يعني طلعوا منها ملابس داخلية، يعني أرجو الاعتذار عن هذا الكلام، لقوا ملابس داخلية. نعم. زين؟ لما فتشوهم طبوا للخضراء وطبوا المجلس النواب وبعدين فتشوهم السم جدارة وسم كلش. هو طيب. هو هذا غيرك العراقي؟ ليش طبعا ليش الجيش يسكت على مدراسي اخوي ينضرب قدامه؟ هو هذا الحال؟ نعم. انا طبعا حتى بالفتره الاخيره انتوا علي على اساس اني بنت عدي صدام حسين. ليش؟ لان انا حرضت قلت اي واحد من تبع الخرساني اضربوه لانه الجيش خاف على راسه وخاف ينفصل وهم من حق يقول لك انا وراي عائله وراي معيشه ما اقدر انفصل. طيب الجيش من هذا ما دا يتدخل. شهد اشكرك للمشاركه، كنت معنا من بغداد. ابو ناصر من الكويت تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يتقبل الشهداء وبردا وسلاما على الجرحى والله ينصركم نصرا عاجل ان شاء الله. نعم. بس ابى اقول شيء. تفضل. انخى عشائر المنتفج لو سمحت، المناطق هذه اللي ثارت هذه احفاد عشائر المنتفج، انخى عشائر المنتفج. يا خوالي يا خوالي قوموا لعيالكم، ارفعوا رايتكم مع راية الله أكبر، انصروا عيالكم، عيب، انزعوا عنكم ثوب الذل، انتم احفاد المثنى. وين ذي قار تذكرون ذي قار؟ تذكرون العجم؟ العجم من ذي قار، من سابور ذو الكتف الى سليمان، شو اسمه هذا قاسم سليماني. نعم. ارفع عنكم انزع عنكم ثوب الذل لو سمعت. وشيخ خفاجه، يا شيخ خفاجه، يا حفيد صقبان العلي، طلع تفقت جدك وارفع رايه خفاجه. قبيلتك بالكويت، قبيلتك بالسعوديه، قبيلتك مصر، قبيلتك بالاحواز. بس يا ابو ناصر، الناس طالعين بشكل سلمي ويقولون نحن سلميون متظاهرين، لكن احنا نسال لما يكونون سلميين. عشائر. فاهمك ابو ناصر، انا فاهم عليك، بس اسمح لي، لما نقول احنا الناس دي يقولون احنا سلميين طالعين، ليش تستمر الحكومه بضربهم وبقتلهم بهاي الطريقه الوحشيه؟ يعني الناس دي يقولون احنا سلميين ودنشوفهم احنا سلميين، ليش اذا الحكومه إيران تستمر؟ من يحكمك ايران يا عزيزي؟ من يحكمك ايران؟ ايران خامن يحكمك؟ نعم. تسمعني؟ اسمعك. يحكمك ايران، هذه حكومة. بس بقول كلمه لو سمعت، المصيبة هذه الدماء اللي سالت الحين، شو اسمه هذا عادل عبد المهدي ارتكب جريمة ما تعلمون، ارتكب جريمة قبلها تقضي بشهر 9، تم التنازل عن حقوق العراق، عن أراضي العراق، توقيع اتفاقية في ليلة ظلماء مظلمة
مع حاكم دولة مجاورة خليجية مجاورة للعراق، تم التنازل، قالوا لهم اخذوا كل اللي تبونه. جاء الحاكم حاكم هذه الدولة للعراق، انتم عارفين منه، ووقعوا. يا اهلي يا خوالي، خيانة، ارتكب خيانة، مو بس الدماء. هذه من الاسباب طبعا. انا اشكرك يا ابو ناصر، هذه واحدة من الاسباب التي يخرج العراقيون من أجلها، أنهم يعيشون في دولة الحكومة ليست ذات ولاء لهذا البلد، هي ذات ولاء لبلدان أخرى، لبلدان مجاورة أو غير مجاورة. الفكرة هي فقط خدمة لهذه المصالح الشخصية والمصالح الحزبية والطائفية، وكذلك خدمة للدول التي تكن لها هذه السلطة الحاكمة الولاء المطلق، و يعني دمروا البلد وبذروا ثرواته بهذه الطريقة بشتى أنواع المفاسد التي يمكن أن يتبعوها. سامر من السويد، تفضل يا سامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا اسمي سامر العزاوي، عايش في السويد في مدينة مالمو. حياك الله. وأحب أشكر قناة الراسدين على هذا البرنامج الرائع. أشكرك. ويعطينا إحنا كفرصة اللي إحنا ما عايشين بالعراق بأنه نخفف عن قلبنا، إحنا نفسك حزينين. نعم تفضل سامر. قناة العراق ويا نسوان العراق، وهذا شرف لي بأنه إحنا كشعب عراقي نريد الحرية، نريد السلام. نعم نريد، ومريد بعد هموم، مريد طائفية. ألف الحمد لله والشكر بأنه هسه العراق تجمع ودير. نعم ما تحكم المدة السياسية أو مجموعة تريد الفتح وتخريب العراق. إحنا دولة غنية كلش، عندنا حضارة، عندنا تاريخ، بس سياسات رجعنا 200 سنة لورا. إحنا قلبنا مكسور عليهم، هذول الشباب والولد والبنات الموجودين في تحت التحرير ويا مطعم التركي، أنا أحييهم من كل قلبي. نعم يعطيهم الصحة والعافية، وهذول تاج عروس. بس احب اوصل رساله. نعم. شكو ظالم في العراق ما عنده غيره، شباب هم اهل الغيره. والرياجيل اهل التوك توك هذول ان شاء الله الله يسندهم يعطوهم بيت بجن، وهذول ابطال. لازم باشر عقبه ان شاء الله لما يتم النصر لازم احنا نفتخر بهم، نعطيهم نوع شجاعه. واحنا هنا عايشين بالسويد وبكل اوروبا وبكل العالم كعراقيين، نحييهم وش ما نقدر، ما يحتاجون، احنا كلنا وياهم. شكرا جزيلا لك يا سامر، كنت معنا من السويد، شكرا جزيلا على هذه المشاعر وهذه الكلمات الطيبه. سيد ابو الحكم من المانيا، تفضل. عزيزي تحيه لك والشهداء الله يرحمهم والجرحى الله يشافيهم. ثلاث مسائل مهمة جدا لازم ننتبه لها اليوم. فضل. أولا مسألة المجازر اللي سووها بحنا في كربلاء. نعم. هذه انتقاما لتمزيقهم لصور خامنئي. هذه يعني نقطة مهمة جدا. الإيراني عنده عنجهية قوية جدا، فلما يشوف رموزه تنهام وتتمزق وتنشر صورها إعلامها كل المكان العالم، هو رأساً يتحول إلى فكر الانتقام. وهذا أساس هو انتقم من أهل كربلاء. نعم. قبل ثلاثة أيام هم شققوا صورة، واليوم البارحة بالليل انتقموا من عندهم. نعم. ثلاث شغلات مهمة جداً بالمرحلة هذه نركز عليها. أولاً اللعبة السياسية اللي قاعد يلعبها مقتدى الصدر، محاولة تسويف المطالب. هذه إذا نتذكرها إحنا 2014 من 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 سوى عملية الميت يوم حتى يمشي شغل نوري المالكي الكذاب بوقتها. نعم. هذه نفس اللعبة، فالتسوية معينة سياسية ويحاولون يسوقوها وينزلوها إلى الشارع على أنه خلاص حلينا المشكلة. نعم. هذه العمليات التسويف ما راح تمشي، حتى إذا مشت لها أسبوع أسبوعين ما راح يعني ترجع المشكلة نفسها. هل بقي من يصدق بمقتدى الصدر بعد التجارب السابقة؟ والله أشوف حتى لو يعني هو ليش نروح بعيد، مو بس تجارب، أول تجربة عنده قبل أربعة أيام بالضبط لما اندز جماعته للحرية وبعدين سحبهم. نعم. وورط المتظاهرين.
وهو شخص لا يمكن الاعتماد عليه. لكن مهم جدا أنه أهلنا خاصة بالجنوب يمرون بهذه التجارب الخاصة بهم. ليش؟ حتى نعم. يسقلون تجربة يقدرون يستلهمون من عندها معلومات صحيحة ويبنون مواقف صحيحة. فإحنا لن نستعجلهم، يعني خلي طب خلي يلعب لعبته، خلي يلعب ورقته، وخلي ينكشف. لأنه إحنا كل ما نحرق أوراق هذه تعجل بمسألة رحيل العملية السياسية. بس هو وصلت له الفكرة، هو وصلت له الفكرة أنه الناس ما تريده بالشارع. يعني هو طلع نعم طبعا وصلت له، لكن انت تعرف كل زين الحرامية فما راح يهدوها بسهولة وتمام. فاحنا خلي ماشيين احنا ويا الفلبانهم، لكن احنا نعرف كل زين شنو المطالب، ويعرفون كل زين انه السقف اعلى من اللي هم يقدرون عليه. هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية، انت تريد تلزم الحرامي تعوره من جيبه، وين تروح؟ على شركات النفط. شركات النفط اذا ما قدرت تشتغل بالعراق، هذول الحراميه بعد ما عندهم فلوس. النفطات مالاتنا، فاذا بقت بالقاع النفط ما عليه شيء، بقى ذخر اعتبره مثل ما عاد فاتح حساب بالبنك وحاط فلوسه به. زين، لكن اذا 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 وقف شغل الشركات ووقفت العقود والكوميشنات والرشاوي اللي تدخل بالحسابات المسؤولين سواء بدبي وبلندن وبيروت وغيرها، هذا هنا صار الحكي صدق. ابو الحكم، انت قلت قبل شويه انه ما مستعدين يفرطون بهالمكاسب والمناصب بسهوله، والدليل حتى اللي دنشوفه انه يقمعون اي شخص يرفع علم عراقي او حتى ما يرفع اي شيء، بطرق نفسه ويقمعوه بالرصاص الحي. ذولا شلون حيسلمون البلد بهذه السهوله وهم عندهم السلاح وعندهم غطاء دولي؟ لحد هاي اللحظه لم يتدخل ولم يعترف حتى باللي ديصير بالعراق، هو مجرد يتفرج على ما يحصل. شوف انت حتى تعرف حجمك كعراقي لازم تعرف منو عدوك. من تشوف المنطقة كلها تتآمر عليك، من تشوف امريكا مصرة على تثبيت الحرامية، من تشوف ايران وامريكا متفقين على ابقاء العملية السياسية، اعرف يعني هاي مهمة جدا، انه لازم نعرف كعراقيين انه استقرار حكام المنطقة كله مبني على مسألة مهمة، وهي انه يبقى العراقي جوعان ويبقى في نفس الحالة والدوامة المأساوية للعراق بها من 2003 وقبلها من فترة الحصار. فإحنا لما نشوف هذا كم الهائل من العداء موجود، إحنا مو أمام مجموعة صغيرة من الحرامية، إحنا الواجهة اللي يشوفها الشاب بالشارع اليوم هو الشرطي اللي يحمي الحرامي اللي موجود بالخضراء، اللي يشتغل الواحد خارج حدود العراق. اللي ضامن قواعد عسكرية أمريكية وتواجد إيراني، هذا كل اللي انبنى ب 16 سنة كل اليوم على المحاك. كل هذا اليوم على المحاك، الفساد الإداري، نفط، التنازل عن الحدود لدول وكيانات أصلا غير شرعية بالمنطقة، هذا كل اليوم على المحاك. سيد أبو الحكم، استضافينا مرة في قناة الرافدين محلل سياسي لبناني قال بأنه حزب الله بلبنان عنده استعداد يشعل حرب أهلية في سبيل الإبقاء على مناصبه ومكاسبه والسلطة، وهم نفس العقلية وفق الكلام والتأكيدات الآن، هم أصحاب الولاء الإيراني، هم نفس العقلية. فألا يدل ذلك أيضا على أنهم مستعدين يشعلون البلد في سبيل عدم خسارته وخسارة هذه المناصب؟ بالضبط، ولهذا أنا إذا أركز أقول لك تريد تعورهم، عورهم بالفلوس. لأنه من ماكو نفط وماكو فلوس ما عندهم الأدوات والآليات اللي يقدرون يستخدموها ليقمع الشعب. يعني لازم نفكر كعراقيين أنه خلي الصدر هسه يلعب هاي اللعبة السخيفة مالته وينتهي المسرحية مالته منها كم يوم، لكن إحنا بالنو جاي لازم نركز على شركات النفط، عدم قدرتهم على تصدير النفط وتتوقف عجلة الفساد. أبو الحكم، أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من ألمانيا. نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام فيما تبقى من وقت. السلام عليكم، يقول أحد المشاركين كلها لعبة إيرانية، وحق الله مقتدى رجع من إيران بسيناريو جديد، وإحنا نحب نقول مقتدى حالك من حالهم عميل، نريد دماء شهدائنا، حسبي الله ونعم الوكيل. رسالة تقول السلام عليكم، أنا أم الوفا من كربلاء. أخي وقوع إصابات بين متظاهرين في ساحة التربية بكربلاء، انترس مستشفى الحسين جرحى من ضرب بالسلاح من قبل السوات والشغب، وعبد المهدي الكربلائي لا طلع ولا استنكر ولا حتى زار جرحى. ليش دولة مو عراقيين
بس لما وقعوا الشهداء باب رجاء راح زارهم بالمستشفى زين العابدين. أخي وراء هاي مجازر إيران، وراء هاي المجازر إيران ومعممين، حتى المرجعية لها ضلع. رسالة تقول: السلام عليكم، أخوكم محمود من بغداد. نصيحة للمتظاهرين: عدم الرجوع حتى وإن استقال عبد المهدي، ولا تهدأوا حتى يستقيل آخر منتسب في هذه الحكومة الفاسدة. رسالة تقول: السلام عليكم أستاذ محمد، يتحمل قتل المتظاهرين السلميين رئيس الوزراء والداخلية والميليشيات الإرهابية، ومع الأسف إذا الشعب وافق على استقالة حكومة عبد المهدي المفروض الجميع، رئيس الجمهورية والبرلمان كذلك، وطرد جميع الأحزاب من السلطة وإحالة الفاسدين للقضاء أولهم المالكي، وتشكيل حكومة عسكرية، وبعدها إجراء انتخابات حرة نزيهة من قبل الشعب. تحياتي لقناتكم الموقرة، أبو عمار من السويد. رسالة تقول: السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين الفضائية وإلى كل عامليها، لأنها توصل المعاناة إلى معاناة الشعب العراقي بكل شفافية ومصداقية. شكرا لكم، أرجو نشر ومتابعة منشوراتي على صفحتكم الكريمة على الفيسبوك. شكرا لك. رسالة تقول: أرجو من المتظاهرين، طيب هذه دعوات ليست في وقتها. صوت العراق الناطق، قناة الرافدين، انصروا ثورة الشعب وانقلوا صورة حقيقية للمظاهرات. عراقي دمر من قبل مرجعيتي وسادة أم ميثم. رسالة تقول: السلام عليكم، أبو بلال من المحمودية. أخي العزيز، إن تغير العراق بتغير الحكومة والأحزاب التي جاءتنا من الخارج إن شاء الله التغير والنصر، أو التغيير والنصر. رسالة تقول: السلام عليكم، تحية طيبة لقناتكم الكريمة، الله يريد يفضحهم المحافظ كربلاء وقائد العمليات، إن شاء الله ما يروح دم الشهداء. نهنئ ونبارك الشعب العراقي الشقيق، ثورته الشريفة. من الأحواز العربية نقول لكم: الإيرانيين يخافون منكم خوفة الحية، ترى هم يعرفونكم بالشجاعة والغيرة. طبعا الوقت شارف على الانتهاء. نقرأ رسالة سريعة أيضا. طيب نقرأ هذه الرسالة. يقول: السلام عليكم، يبقى العراقيون عز العرب أجمعين وتاج على الرأس، التضحيات لن تضيع هباء، والصدر وأمثال ذيول إيران وموضوح كل خططهم. حسام شكرا لك. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.